الله وبركاته. حياكم الله متابعي موقع وقناة ماجدفوتوز.com. وايد كومنتس نبي تايم لابس. قلنا لكم احسن واحد صور تايم لابس بالكويت معانا اخونا حسين هاشمي ابو علي. حياك الله ابو علي. الله يحييك هلا ابو علي. يعطيك العافيه. الله يعافيك. ما شاء الله فيديوهاته اللي يشوفها في قناته جدا رائعه. ما ادري ايش كثر كم ساعه يقعد على الفيديو او كم شهر على اساس طلع الفيديو. ايش كثر تقعد على الفيديو واحد؟ الفيديو الاخير اللقطه من نص ساعه ل 5-6 ساعات. يعني على قزر الوقت تخليها تمشي ولا تقعد؟ تليفون مرات تنام يمها على حسب الوقت. زين اللي اول مره يصور تايم لابس خلينا نقول شنو يعني تايم لابس؟ التايم لابس هو عباره عن مجموعه كبيره من الصور تصورها خلال فترات معينه من الزمن. خلينا نقول كل 4 ثواني تاخذ لقطه، بعدين تجمع هذه اللقطات وراح يطلع لك فيديو من نهايه، فيديو طويل مسرع. الفيديو يصير سريع. اي تمام. زين واحد يقول انا بصور فيديو وبعدين اسوي افكت، يعني شنو نستفيد لما نصور مجموعه صور بعدين نسويها فيديو سريع؟ صور انت لما تصور بالفوتو كتايم لابس مو كفيديو راح تستفيد من عده شغلات. انه راح يكون عندك طول عمر بطاريه وايد كبير اكثر من عمر ان شاء الله. الله يسلمك. زين بعد طول عمر بطاريه كبير راح يكون عندك حساسيه حق الضوء اكثر واكبر من الفيديو وايد. اللي هو مثلا اذا تبي تصور مجرات نجوم هذول ما راح تقدر تصورهم بالفيديو. حجم الصوره راح يكون اكبر وايد ل 4K تقدر يعني ممتاز تصور. وبعض الافكتات اللي ما تقدر تسويها بالفيديو اللي هو مثلا سلو شتر، مثلا حركه ليت السيارات بالشارع. اوكي اوكي ممتاز. زين في اوضاع راح احتاجني اصور فيديو؟ اي طبعا. الاشياء السريعه خلينا نقول مثلا نمل قاعد يمشون هذا ما تصورهم تايم لابس لانه راح يصير لخبطه. تصور فيديو وتسرع الفيديو. زين انا الحين ابي ابدا اصور تايم لابس، شنو احتاج من معدات؟ يعني خلينا نقول حق البيسك مبتدئ تمام. في اتوقع في برامج حتى بالتليفون الحين صح؟ فشنو احتاج شغلات اساسيه؟ ترايبود حلو وكاميرا تمام. كاميرا دي اس ال ار او كاميرا ده فيها خلينا نقول فانكشن اللي هو التايم لابس. تايم لابس وريموت اذا ما فيها فانكشنر. الريموت هذا حق انه يعطيها امر كل كم كل مجموعه من الثواني انت تحدد كم ثانيه تبي راح تصور لك. ممتاز. الحين عندنا ترايبود، كاميرا وعدسه. اي كاميرا وعدسه؟ اي كاميرا واي عدسه سواء كان فيها تايم لابس ولا ما فيها. أي. حتى لو تليفون الحين في بعض البرامج. زين خلينا نقول حطيت شغلي وبصور، شنو السيتنج اللي اصور عليه؟ اول شيء لا تستخدم الاوتو نهائيا. ما في اوتو نهائيا. ما في اوتو نهائيا نهائيا. زين ليش؟ الاوتو ممكن كل شيء يتغير معاك من خلال ثواني. يعني حلو. ممكن غيمة تي تغير الوايت بالانس، يتغير معاك الوايت بالانس، كل الالوان تتغير فجاه. ممكن هم خلينا نقول انعكاس الشمسي على الكاميرا، القراءه تتغير، كل شيء يتغير، تصير الصوره فاتحه او غامجه ايا كان. فاول شيء حطها مانوال. مانوال فتحة عدسة وسرعة شتر نضبطهم على الموضوع. طبعا ايه يعتمد على المكان، والهم الايزو طبعا مانيوال. والوايت بالانس هم مانيوال على حسب الموضوع. على حسب ايه الجو وانت شنو تبي، يعني شنو نكهة الصورة راح تكون. ممتاز. الحين حطيت القراءة وبي ابدا اصور، بالنسبة حق الفوكس شنو راح يكون؟ تاخذ فوكس اما اوتو بعدين تحطه مانيوال، او تحطه مانيوال ومن السكرين نفسه انت تضبط الفوكس. ايه؟ قبل لا تصور. ايه السبب انه ممكن يمر شيء قدامك وياخذ فوكس سياره شخص كذي. ايه؟ ياخذ فوكس ويخرب. ايه ويخرب اللقطه. ممتاز ممتاز. خلينا نقول انا بلشت الحين تصوير وحطيت خليت فوكس على شيء معين، الستاند مثلا اذا كان في هواء ولا شيء. ايه لازم تاكد ان كاميرتك ثابته 100% لان الحركه البسيطه كلش هي تخرب لك، تعطيك هزه بالفيديو. ايه طقت تأذي العين تصير مو مريحة. حلو. فأنا بالنسبة لي أسوي لها ديليت يعني هذه اللقطة كلها. فلازم تثبتها. إي إما ترايبود ثابت، وإذا ترايبود خفيف ولا شيء تستخدم البين باج. بين باج أو ساند باج ممكن تضبط لك الموضوع. إنزين أبو علي صورت الحين، أتوقع أكيد يعني هذه أساسيات حق أي شخص يبي يبدأ تايم لابس. قلنا المانيوال فوكس، الإعدادات تكون مانيوال، ستاند ثابت. اي كاميرا وعدسه زائد يكون في عندك كيبل ريليز اساس تبدا تصور تايم لابس. اتوقع الشروق والغروب اكيد له اعدادات معينه وسيتنج معينه. خلونا ناخذ فاصل شوي ونرجع مع اعدادات الشروق والغروب وبعض الادوات الادفانس حق اللي يحب يصور التايم لابس. حلوه ادفانس تايم لابس. اوكي خلكم معنا.
رجعنا لكم مره ثانيه وعندي بعد كم سؤال حق ابو علي. ابو علي قلت لي انت تستخدم كل ثانيه تصور صوره، كل ثانيتين او كل خمس او كل 30، يعتمد على شنو؟ يعتمد على الموضوع وشنو تبي تصوره. مثلا اذا اشياء خلينا نقول سريعه مثل نمل او ناس تبي تمشي، نحط فرق بسيط، حلو، ثانيه ثانيتين ثلاث، تمام. ما يتعدى لانه وايد راح يصير في جاب كبير بين كل لقطه ولقطه، راح واحد يكون يمشي هنا بعد نص دقيقه يكون هناك بعيد. وموضوع بطيء شوي، حركه الغيم خلينا نقول مثلا او غروب خلال مثلا نص ساعه الى ساعه مثلا، تاخذ لك 4 ثواني 5 ثواني 6 ثواني، يعتمد على شنو تبي تصور. تبي تصور مثلا وده تتبطل انت ما تحطه مثلا كل ثانيتين. انا صورت فيلم الحمامه بشهر، هذا خليته مرات باليوم 5 صور بس اساسا، لان انت ما راح تحتاج اكثر من كذي. صدق ف لا يعني تاخذ فترات حسب الموضوع، على حسب او بطء. اي دام قلت شروق وغروب واحنا قاعد نستخدم اعدادات مانوال فاكيد لها طريقه خاصه. انا ما راح تقدر غروب تغرب شمس تنزل اضاءه واضاءتك نفسها، صح؟ صح. راح تستخدم الاي في بالكانون، اي في او تي في، تي في كانون، لا اي في كانون. زين عندكم شنو اللي هو تحكم بس بفتحه العدسه؟ فتحه عدسه اي حرف الابرتشر اي، فانت بس راح تحكم فتحه العدسه عشان لا يصير عندك ديبث اوف فيلد وايد يتغير. حلو. الشتر انت ما راح تحتاجه وايد، ديبث اوف فيلد انت اللي تحتاجه. ممتاز. فراح تخلي مثلا F5 من شروق لين يصير ليل، والشتر هو اللي راح يتغير بس. لا تحط الايزو معاه لانه ممكن الايزو ما حطه اوتو ايزو. اي ثبته مثلا 400 500، اللي هو يكون بين نهايه الغروب. يفتح ولا اساس اذا قاعد تنزل الشمس مثلا ايش كثر الوقت؟ يعني نص ساعه مثلا شلون تحسب؟ يعني تخلي قراءه شنو مثلا نص ساعه مثلا قاعد تغرب الشمس عندي نص ساعه الحين. حلو. او شلون اعرف ان ايش كثر احتاج انا؟ شيء تقديري يعني. انت شنو اللقطه بالنهايه شنو تبيها؟ تبيها ثانيتين بس الغروب ولا تبي الغروب مالك 30 ثانيه تبي تشوفه؟ هذا يعتمد على الشيء. طبعا الشغلتين يعتمدون على سرعه الموضوع وبنفس الوقت ايش كثر انت تبي الفيديو النهائي مالك، الافكت اللي انت تبيه. اي تبي حركه بسرعه تخلص من الغروب خلال ثانيتين ولا اطول؟ ممتاز ممتاز ممتاز. طبعا انا شفت الادوات ما شاء الله تستخدمونها، فيلم الكويت كان جدا رائع، اللي شاف تايم لابس الكويت. هذه الكويت اللي باقوا منك كم مره؟ 3 4 مرات. هذا مرتين. زين بدون ما يقولون اسمه. اي بدون ما يقولون، الله يسامحهم. المهم اشوفه كانت تطلع من العماره وتدخل العماره مره ثانيه، فكنت استخدم بعض الادوات اشوف. هذه مثلا هذه يحطون فيها 100 فلس يطلعون فيها قدام. شنو الموجود او شنو تستخدم من ادوات حق التايم لابس اللي خلينا نقول ادفانس متحرك شغلات؟ بالاساس انا كنت استخدم اللي هو هذا السلايدر مع سلايدر الكمبيوتر ماله اسمه دايناميك بيرسبشن دولي. حلو. هذا هو اللي راح يحرك يمين يسار او فوق او تحت. تبرمج انت تقول اروح بهالكثر وقت بسرعه معينه مع تشبكه بالكاميرا تقول له شتر سبيد راح يكون كذا. ممتاز. فهو راح يتحرك على والطول هذا كم ما شاء الله؟ هذا مترين ما شاء الله. و انواع استخدم الهيد. هذا هيد شنو؟ اسمه مارلن هيد. هيد اشبكه مع الكمبيوتر والسلايدر فيصير حركتين مع بعض. يعني هو يتحرك باتجاهه هذا ممكن يتحرك باتجاه ثاني ويصعد لفوق. ممتاز ممتاز. عيب هذا انه كبير حق سفر. اي متعب. عندك هذا يعني حجمه جدا ممتاز. حلو. ولا جنطه. حلو ممتاز. وهذا الموتور ماله حق سفر ممتاز. اي بس هذا ما شاء الله يعطيك حركه كبيره. هذا اي مترين تاخذ راحتك بالحركه يعني. ممتاز ممتاز ممتاز. صورت حطيت لي 4000 صورة 5 ساعات ما بقى أحد بالواتساب ما تحرشت فيه. أوكي. الحين رجعت البيت معي الصور هذه أبي أدمج هذه الصور. شنو تستخدم من برامج وشنو أفضلها أو شنو أحتاج من برامج؟ إذا خذيتهم كصور أنا أنصح لايت روم. لايت روم عندك مجال كبير بالإديت. دورة لايت روم 5 بعدين. حاضرين سجل موقع. إنزين. عندك مجال كبير بالإديت. من كل شيء من وايت بالانس مجموعه صور كلها تسوي على شيء واحد. طبعا على صوره واحده راح تسوي اديت. ممتاز. بعدين تسوي سينك. الفيديو موجود راح يبين لك شلون تسوي. حلو حلو. تسوي سينك على كل الصور بعدين تسوي له اكسبورت اللي هو راح يطلع لك الفيديو مع الاديت اللي انت سويته. ممتاز. بعد نقطه مهمه نيكون. اها ايبك الحين زين. شو يهمك؟
نيكون عيبهم او مو عيب يعني لازم يقول عيب والله مشكله. كمل في شغله مهمه ان عندهم تايم لابس بلتين بالكاميرا. شوف يقول عيب كمل. زين عيبه ان لما تصور بلتين مال الكاميرا راح يعطيك فيديو بالنهايه ما راح يعطيك صور راح تقدر تعدل على كل صور. اي فما راح تقدر تعدل على الصور راح يكون الاديت مالك جدا بسيط مثل ما قال اخوي عبد الوهاب قبل حلقتين انه اديت الفيديو ما يعطيك ما في مجال كبير اي وعلى طول يبكسل فلازم تحتاج الريموت عشان انك تصور عشان تقدر تسوي اديت براحتك بعدين الصوره كبيره ايش كبرها عندك اي ما راح يعطيك اياها كفول اتش دي راح يكون اكبر. ممتاز ممتاز ممتاز. ماكو شيء ما في صعوبات؟ بلى اكثر شيء صعب عليك في التايم لابس او شنو يواجهك في التصوير وفي التعديل خلينا نقول في التصوير شنو اكثر شيء؟ فترة التصوير احنا بالكويت كل مرة ممنوع وما شنو بانا بالذات بعد مع عدة كبيرة يعني مو مع ترايبود. والصعوبة الثانية الوقت انه لازم تكون قبل وما تقدر تخلي اغراضك تمشي بعد طبعا يعني قاعد اقول انه انت لازم تي قبلها بفترة تضبط اللوكيشن مالك تصور بعد اللوكيشن هم تشيل شغلك. هذه من الصعوبات المتعبة يعني وايد. مرات تتخيل ان لو اقدر احط سلايدر هني وسلايدر هني وسلايدر يعني ودي اسوي شيء كبير عرفت بس تخاف من وين تخلي اغراضك تمشي. ومن الصعوبات الثانيه ان الناس من تشوف كاميرا تحط وجهها فهي تخرب فلازم تطول وقت ورا الكاميرا رقافه يا اخي بس مرات يعطيك اكشن ما اكشن والله لا اكشن ولا شيء. زين المعدات هذه اكيد يعني شوي هم كماركات وشيء هم اسعارها بعد مو هينه صح ولا في شيء؟ لا اذا تبي شيء هاي كواليتي لازم تدفع يطلق. انزين بالتعديل شنو عندك من صعوبات؟ بالتعديل في نقطه ما ذكرناها اللي هي الفليكرنج صار معنا شيء اسمه فليكرنج. يعني شنو؟ خلال تصوير الشروق او الغروب تتغير الاضاءه ممكن يصير في خطا بالقراءه تمام صوره من الصور هذول كلهم فراح تحس ان اما الصوره فاتحه اكثر او صوره راح تلقى فلاش شيء مره واحده شيء راح الفيديو في طقه. فهذه من الصعوبات. في برنامج يحلها اللي هو اسمه LR تايم لابس. ممتاز ممتاز. وبعد بالتعديل شنو يمكن احد يتحوش الصعوبه مثلا؟ هل في برامج ثانيه غير اللايت روم مثلا ممكن واحد يدمج فيها؟ طبعا في اللي هو فاينل كات بريمير اوكي اي موفي هذا كم يساعدهم. زين في بروجكت جديد ان شاء الله بس الحين ماكو يعني لا بس نبي هو ما شاء الله عليه يصدمنا كل فتره تشك طلع لنا فيديو وايد حلو. عندك كلمه حق المصور اخر شيء؟ صبر 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 على الفرج. صدق انا مرات يعني اتخيل 5 ساعات ولا شيء يمكن واحد يستبعدها انه يصبر على الموضوع بس يعطيك العافيه. الله يعافيك قواك الله. ان شاء الله استمتعتوا معنا بالحلقه. ادري راح تكون في اسئله واحنا طبعا قاعد نعرض شفتوا بعض الادوات هذه كلها مقدمه من شركه اي بي وورد راح تلقون لينكاتها موجوده تحت الحلقه اللي يبي يقرا عنها زياده. هم راح تشوفون بعض الفيديوهات اللي اخذها اخونا ابو علي واحنا قاعد نشرح. هذا تقريبا اللي حبينا نغطي اليوم ان شاء الله نكون وفقنا فيه. ودك تقول شيء؟ في نقطه مهمه البلجن مال التايم لابس راح يكون تحت الفيديو موجود. ممتاز هذا راح يفيدكم حق اللايت روم. ممتاز اللي يعطيك راح يكون فيه 15 فريم اعتقد و24 فريم 25 فريم و30 فريم. حلو راح يكون ان شاء الله تحت الفيديو موجود. حاب ابارك حق اللي فاز بحلقتنا الماضيه في كابون 100 دينار من موقع AAB World. الف الف مبروك قطعهم بالعافيه واللي جاوب معانا صح طبعا راح يربح الجائزه. وسؤال حلقتنا مثل ما تعودنا نحوله على الضيف. ابو علي شنو سؤالنا اليوم؟ شنو المود اللي تستخدمه بالكاميرا وقت تصوير شروق او الغروب على حسب نوع كاميرتك كانون او نيكون؟ تكتب مود التصوير هذا تحت الفيديو. لا تنسى تحط معاه 3 كلمات ولا اربع؟ اربع كلمات. مشكور عبد الوهاب وماجد وحسين ولا كيفك اي 4 كلمات الله يعطيكم العافيه يا شباب. المهم 4 كلمات هالمره على اساس لا احد يكرر. وتقدر تزيد نسبه الاجابه انك تكتب تحت انستغرام AAB World او انستغرام ماجد فوتوز او انستغرام ابو علي الهاشمي فوتوز. الهاشمي فوتوز نترقب اجاباتكم ان شاء الله. لا تنسى تسوي لايك سبسكرايب تويت بعد شنو كل شيء انشر الحلقة ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي على خير. جائزتنا عبارة عن 100 دينار مقدمة من شركة AAB World.
تلقونها في الموقع ان شاء الله وتشترون اللي تبون. مع السلامه.